وصلنا إلى فقرتنا الحوارية مشاهدينا. موضوع الساعة مثل ما قاعدين نشوف القرار المفاجئ اللي اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعلن عن التنحي عن السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا قرار بايدن هذا خلى أو أعطى فرصة كبيرة وتاريخية لكمالا هاريس أنها تكون أول امرأة سمراء تدخل السباق الرئاسي في البيت الأبيض، كونها أيضا من أصول أفريقية وأيضا يعني نصين أفريقية وآسيوية. طبعا لكن هذا القرار بعد أيضا يمكن سوى ربكة كبيرة في الحزب الديمقراطي اللي للحين محتار شو اللي يسويه في هذه المشكلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. حياك الله دكتور معنا في الاستديو. حياكم الله جميعا. دكتور، هذا القرار يعني رغم أن معرفة الحزب الديمقراطي عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن كيف تقرأ المشهد الحالي وتوقعاتك له؟ طبعا الحقيقة طبعا كلنا نعرف منذ أن ترشح طبعا جو بايدن للرئاسة في مقابل طبعا ترامب للحزب الجمهوري، شفنا هناك ضغوط كبيرة يعني مورست على بايدن للتنحي، خصوصا ظروف الصحية، قدراته، إمكانياته. ولعل يمكن الشيء اللي أعطى الإشارة الواضحة هي المناظرة اللي تمت بينه وبين ترامب، واللي فعلا كان أداء فيها ضعيف وحصلت فيها مقاطعات، واللي فعلا يمكن غيرت الرأي العام الأمريكي في استطلاعات الرأي، وهبط الحقيقة يعني شعبية بايدن في قبوله كرئيس من خلال قدرته على المناظرة اللي تميز فيها أو خلينا نقول كسبها يعني ترامب بسبب يمكن ظروف بايدن أو قدراته أو إمكانياته الشخصية. مورست ضغوط كثيرة، لكن هو كان مصر على الاستمرار في طبعا حلبة الصراع، لأن هذا تحدي كبير بينه وبين ترامب، واستمر على هذه الفترة. وما زال طبعا في حديث كبير جدا داخل الحزب الديمقراطي من الأوساط السياسية الموجودة أن قد لا يكون بايدن قادر على الاستمرار يكمل الفترة 4 سنوات. نتكلم الآن هو في 81 سنة عمره. كل هالأمور يمكن خلت المشهد السياسي شوي يعني يتجه إلى يعني بايدن، وبدأ هو شوي يعني راجع نفسه. في البداية كان عنده إصرار، لكن كلنا شفنا تفاجئنا طبعا أمس بالقرار، لأنه قال أنا استشرت. شو اللي غير هذا الموضوع؟ يعني هو 3 أسابيع هو متمسك بعد المناظرة وما كان يعني ما كان برأسه أنه أصلا يتنحى. جانبين، الجانب الأول الضغوط الكبيرة اللي قاعد تمارس عليه، شعوره هو أنه يمكن ما يبي يفرض نفسه على الحزب أو قد يسبب في خسارة. أيضا هو عزى موضوع ذلك أن استشار عائلته أو أهله، واستشار بعض المستشارين عنده السياسيين اللي فعلا كلهم أكدوا له أن خروجه سيكون من صالح الحزب الديمقراطي ومن صالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، لأن استمراره قد يعني يسبب فشل وقدرته على المناظرات، حتى يحتاج منه الأمر إلى ذهاب للولايات والتحدث وبرامج انتخابية. يعني هناك ترى جهود كبيرة جدا سيقوم فيها خلال فترة 3 شهور القادمة، قد يصعب حتى على حالته وظروفه أنه يغطي كل هذه القدرات، ما بالك في الاستمرار ل4 سنوات قادمة. نعم. كل هالمعطيات يمكن هي فعلا كان في مفاجأة، ولكن في إحساس أيضا من السياسيين أنه قد يغير رأيه في أي لحظة، وشفنا عملية الانسحاب، وشفنا أيضا هو أيضا أدبيا تزكيته لهاريس نائبته لأنه اختارها كنائبة للرئيس، يزكيها طبعا حتى تكون يعني هي مرشحة طبعا الحزب الديمقراطي الفترة القادمة. بس طبعا هذا كله مرهون في المؤتمر الذي سيقيمه الحزب الديمقراطي. دكتور، الآن كمالا هاريس أصبحت هي الأبرز في المشهد، ولكن هل ستحصل فعلا على الدعم الكامل من الحزب الديمقراطي؟ طبعا احنا نعرف ان الحزب سيجتمع، يعني هو مجرد تزكيه من بايدن كونه اختارها نائبه للرئيس، ايضا هو يرى فيها ان تكون رئيسه، لانها كان ممكن هي تمسك رئاسه الولايات المتحده في حاله حدوث اي شيء للرئيس خلال ال4 سنوات الماضيه. لكن طبعا احنا نعرف ان في المؤتمر اللي سيعقد هناك شخصيات كثيره يعني بارزة في الحزب الديمقراطي، هناك منهم حكام ولايات يعني عدة. التنافسية ما هي سهلة جدا في عملية الاختيار،
تزكية بايدن يعني هي تزكية شخصية، لكن هي ليست مفروضة على الحزب، الحزب له آليته في عملية الاختيار. حسب ما نشوف من التقارير ورؤية السياسيين أن قد تكون ظروف يعني هاريس جيدة، ولكن يرون أن سيدخل معها السباق أشخاص آخرين، وكونها طبعا من الحزب الديمقراطي، من الحزب الديمقراطي راح يدشون في عملية الاختيار الداخلي. نعم. للحزب، وطبعا تعرفون كونها أيضا هي من أصول أفريقية يمكن ساعات قد تجعل هناك يعني تجاوز، أو خلينا نقول تقديم طلب من قبل أحد الجوفرنرز أو الناس الموجودين، وقد فعلا يعني يتم اختيار شخص آخر. كل هذه الاحتمالات قائمة، يعني هاريس لحد الآن يعني نعم هناك توافق، هناك قبول من قبل الحزب، سمعنا أيضا بعض الثناءات اللي تمت من عناصر الحزب وقيادات السياسية، لكن يبقى هذا مرهون بالنهاية في عملية انتخابات داخلية واختيار داخلي له قواعده وأصوله. إضافة لشغلة ثانية يعني لازم ننتبه لها، أن أيضا في المجتمع الأمريكي أن تكون امرأة رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما حدث هذا قبل ذلك. قبول الشعب عندهم لعملية التصويت وتكون امرأة، يعني كل هالتداعيات وأيضا من أصول الأفريقية أتوقع أن فعلا راح تسبب مشكلة. الإشكالية وين؟ في حالة أن لولا تم عملية اختيار شخص آخر، يعني صارت القضية قضية تمييز داخلي في عملية الاختيار، نعم. اللي راح يحصل أن جميع الناس اللي هم ذوي الأصول الأفريقية الأمريكان ما راح يصوتون حق الديمقراطيين، وهذه خسارة، نعم. كبيرة، وراح تكون مصالح ترامب. وأيضا في المقابل إذا دشت هاريس صحيح تكسب الأفريقيين والأصول المختلفة، لكن أيضا قد تحجب عنها أصوات من قبل الآخرين. يعني ما زالت قضية التفرقة أحيانا داخليا صحيح ما هي بالقوانين، لكن نلمسها داخل المجتمع الأمريكي في تقبل، نعم. بعض الأمور اللي ممكن تنعكس على عملية الاختيار. دكتور سفنا أيضا راح نستمر وياك إن شاء الله، ولكن أيضا راح نروح حاليا وياك مشاهدينا الكرام إلى آخر التطورات بعد إعلان رئيس بايدن التنحي عن السباق الرئاسي. راح نتواصل عبر سكايب مع زميلتنا داليا الكومي مراسلة تلفزيون دولة الكويت في واشنطن. داليا، كيف كان رد الفعل الشارع الأمريكي على قرار الرئيس بايدن التنحي عن السباق الرئاسي؟ صباح الخير عليكم وعلى ضيفكم الكريم. بالفعل هناك رد فعل كان إيجابي. يجب أن نعي أن حتى يتنحى بايدن عن منصبه اضطر أقطاب الحزب الديمقراطي أن يذهبوا إليه ويعرضوا عليه ما رأي الشارع الأمريكي. وحينما رأى بايدن أنه بدأ يهبط في استطلاعات الرأي وتهبط فرص أو تقل فرص فوزه، هذا ما دفعه إلى قرار التنحي. هناك بالفعل كان بوذاولات داخل البيت الأبيض مع الرئيس بايدن ومحاولات لإقناعه من الحزب الديمقراطي بالتنحي، ولكنه لم يقدم على هذه الخطوة يعلن عنها اليوم. يقال أن نانسي بيلوزي زعيمة مجلس النواب السابقة ذهبت إليه منذ عدة أيام وأطلعته على آخر استطلاعات الرأي التي أشارت بوضوح أن شعبيته لدى الرأي العام والناخبين الديمقراطيين في الشارع الأمريكي بدأت تنهار أو بدأت تقل بصورة كبيرة، وبدأ هناك الفارق يتسع لصالح المرشح الجمهوري ومنافسي الرئيس الأسبق دونالد ترامب. داليا، لماذا بدأ باراك أوباما يعني غير متحمس لتأييد كامالا هاريس مع أن الترشيح أتى من بايدن لها؟ أوباما لم يتحمس حتى الآن، ولزم الصمت هو وبعض أقطاب الحزب الجمهوري منهم من ذكرته أيضا نانسي بيلوزي. بعض الأقاويل تتردد بأن الحزب يريد أن يرشح ميشيل أوباما بحسب أن أوباما لا يستطيع أن يترشح لأنه أمضى فترتين رئاسيتين، وهذا حسب الدستور الأمريكي لا يعطيه فرصة أخرى لأن يرشح نفسه مرة أخرى. ولكن ميشيل أوباما استبعدت
هذا تماما منذ عدة أسابيع ومنذ عدة أيام، كان توجه إليها أسئلة حول ما إذا كانت تفكر في إذا أراد الحزب ترشيحها فهي تحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب الديمقراطي، ولكنها نفت ذلك تماما. سكوت أوباما وبعض مشاهير الحزب الديمقراطي أو بعض الشخصيات السياسية البارزة في الحزب الديمقراطي كما قلت منهم زعيمة مجلس النواب نانسي بلوزي السابقة يشير إلى أنه قد يكون هناك داخل الحزب بعض اقتراحات أخرى، هناك عملية اقتراعية ستجري، وهناك أيضا مفاوضات قبيل انعقاد الحزب مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو الشهر المقبل في 19 من شهر أغسطس المقبل وحتى 22. ولكن بعض الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي منهم أوباما امتنعت حتى الآن عن إعلان أو تحمسها لكامالا هاريس. وأيضا أوباما قال عقب بيانه الذي شكر فيه بايدن وعدد إنجازاته السياسية، قال إن الحزب سيخرج بالمرشح المناسب ولم يذكر هاريس. نعم داليا، هناك من يقول بأن باقي على الانتخابات تقريبا 100 يوم أقل أكثر بقليل، هاريس لديها نقاط قوة وأيضا في المقابل لديها نقاط ضعف، فما ودنا نعرف ما هي ونسبة نقول نجاحها في هذه الانتخابات. الآن بدأت حملة ترامب طبعا حملة شرسة كانوا يعدونها تحسبا لهذا اليوم حينما يتنحى الرئيس بايدن وتتولى هاريس. أبرز نقاط ضعف هاريس أنها النائبة لجو بايدن، فكل الانتقادات التي طالت إدارة جو بايدن يتهمونها بأنها كانت تقف ورائها. أيضا هناك نقطة هامة جدا يجب أن نعي أو ننتبه إليها، أنها تتهم بأنها كانت ضمن الفريق الذي أخفى عجز بايدن وتقدمه في السن وحالته الصحية، وظلت تسانده وتؤكد أنه قادر على الترشح. فرص كامالا هاريس لن تتضح إلا مع حلول مؤتمر الحزب الديمقراطي في شهر أغسطس في عقب 3 أسابيع، وهل ستكون هي مرشحة الحزب رسميا أم سيتم ترشيح شخص آخر. هناك أيضا نقطة ضعف بأن يدعون بعض أقطاب الحزب الديمقراطي أنها لا تتمتع بالكاريزما أو بالشعبية الكافية، ولم تظهر القوة في تناول العديد من الموضوعات التي كانت محط اهتمام إدارة بايدن، فهي كانت على رأس هؤلاء باعتبارها نائبة بايدن، ولكنها لم تظهر الشجاعة أو القوة. ناحية أخرى نستطيع أن نقول أنها بذكاء حاولت أن تتبنى بعض الموضوعات مثل الإجهاض، ومثل هناك موضوعات متحررة أكثر تحاولت أن تتبناها نائبة للرئيس وتظهر قوة فيها، وهذه الموضوعات تهم أو تكون في محط اهتمام الناخب الأمريكي، فهي تحاول استمالة الناخب الأمريكي عن طريق هذا. ولكن فرص هاريس أو استطاعتها أن تنافس ترامب لن تتضح الآن، وستتضح خلال الأيام المقبلة حينما تبدأ بالفعل المداولات داخل الحزب الديمقراطي لترشيحها أو ترشيح مرشح آخر، وتظهر نقاط ضعفها وقوتها. طيب، من خلال عملية الترشيح داليا، هذه نقاط الضعف، ولكن أيضا هي تملك بعض نقاط القوة، كونها أيضا مدعي عام وأيضا محامية، سوف تواجه في مناظرة في القريب العاجل أو في القريب دونالد ترامب وهو متهم سابق، هذا أيضا نقطة قوة بالنسبة لها. أيضا هناك داخل الحزب الديمقراطي هناك بعض التيارات المتفككة التي لم يعني ليست مع بايدن ولكن في نفس الوقت هي مع هاريس. يجب أن ننتبه إلى نقطة أيضا هامة، إذا رأينا ما حدث خلال مؤتمر الحزب الجمهوري منذ عدة أيام وكنا نغطيه في ولاية ويسكونسن، كل أعداء ترامب
وكل من حارب ترامب من الحزب الجمهوري استطاع الحزب الجمهوري أن يجمعه وأن يجعله وراء ترامب، يلتف حول المرشح المناسب أو المرشح الذي بالفعل نال ترشيح الحزب وهو دونالد ترامب. فرأينا كل من انتقد ترامب سابقا رسالة وحدة كما قال الحزب الجمهوري، على رأسهم جي دي فانس الذي أصبح نائب الرئيس، رشحه ترامب ليصبح نائبه، كان أكثر منتقد الرئيس الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب الجمهوري. ولكن أيضا هناك بعض نقاط الضعف والقوة، لكن إذا نجح، وهذا ما يتردد في الأوساط السياسية في العاصمة هنا واشنطن، يقال إذا ما نجح الحزب الديمقراطي في توحيد صفوفه حول كاملا هاريس والالتفاف حولها وإعطائها الزخم والقوة المطلوبة لتصبح هذا المرشح القوي، ولديها بعض المقومات، فهي امرأة وهذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تقود امرأة البلاد إذا أصبحت رئيسا للبلاد. ثانيا أنها ذات بشرة سوداء وتتمتع أيضا ببعض الصفات التي ينظرون إليها أنهم يستطيعون أن يعطون فرصة لها كي تصبح رئيسا للولايات المتحدة. نعم، داليا الكومي مراسلة تلفزيون دولة الكويت من واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكرا. ونعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام في العالم هذا الصباح وضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور يوسف المطيري المحلل السياسي لمتابعة شأن الانتخابات الأمريكية والمفاجآت التي ظهرت على المشهد مؤخرا. دكتور، نرصد من كلام مراسلتنا داليا الكومي بأن المؤشرات وردود الفعل كانت إيجابية بالنسبة للشعب الأمريكي تجاه قرار الرئيس الأمريكي، ولكن مثل ما نقول الدنيا فرص، فهذه الفرصة الذهبية التي اقتنصها ترامب الآن أصبح عندها كأن الفرصة الذهبية للنجاح، فهل تعتقد بأن محاولة الاغتيال ثم قرار التنحي كان له دور كبير في تمهيد الطريق تجاه كسب ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة؟ طبعا ما في شك الحقيقة أن طبعا محاولة الاغتيال شفناها أيضا رفعت من أسهم ترامب بشكل كبير جدا، واعتبر هذا كأنه نوع من الاعتداء لإزاحته عن السباق الرئاسي، وكسب من خلالها طبعا تعاطف شعبي كبير جدا، خصوصا من حزبه اللي بدأ يعني يهتم لصيق فيه، طبعا كون أنه يعني تعرض لاعتداء ومحاولة اغتيال. نفس الشيء في ظروف انسحاب بايدن، يعني انسحاب بايدن يعتبر انتصار له، لأن في النهاية هو يرى أن الآن فتحت الساحة أمامه، ويعرف أن الوقت قصير جدا، لأن المرشح الآن يمكن احنا شفنا مؤتمر راح ينعقد في 13/8 على ما يختارون من سيكون مرشح الحزب الديمقراطي اللي ما عرف إلى الآن بشكل مؤكد. إذا نتكلم احنا عن تقريبا مدة شهرين لعملية الترشيح مرة أخرى، يعني شهر 9 و10 بداية 11 راح تكون الانتخابات، إذا لن تكون حتى الفترة كافية بشكل كبير جدا لتغطية الحملة الانتخابية في ولايات 50 ولاية علشان يقدر يزور، خصوصا الولايات الرئيسية يحتاج أن يزورها أكثر من مرة، أيضا الحملة الانتخابية. إذا كل هالأمور راح تكون بالنسبة للمرشح الجديد راح تكون فرصة أكبر للمرشح اللي كان باني قواعده وعنده علاقات ويعني زار الولايات وقدم وعنده رؤية، ستكون حتى عامل الزمن بالنسبة للمرشح الجديد راح تكون يعني محدودة، لأنه ما راح يقدر يحقق كل المتطلبات والرؤى اللي بيسويها خلال هذه الفترة القصيرة. إذن الملخص أنه في النهاية كل هالظروف مجتمعة هي أصبحت من صالح ترامب، وبالتالي هو الآن يعني يرى نفسه أسهمه بدأت ترتفع، ويعني خلى الحزب أيضا الجمهوري يزيد ضغطه في محاولة استعادة الرئاسة مرة أخرى للحزب الجمهوري بعد ما راحت الديمقراطيين خلال فترة دون طبعا جو بايدن الفترة الماضية. هذا ما يتوقع أن يتم كحظوظ وأسهم بالنسبة لترامب من خلال التداعيات
المختلفة اللي حدث خلال الفترة القصيرة الماضية. نعم، راح نكمل معك بقية الحوار دكتور، ولكن ننتقل إلى الطرف الآخر من الاستوديو، هذا الاتصال الهاتفي، حيث أدى التعامل الأمريكي مع الحرب الراهنة التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة والتي نجم عنها كارثة إنسانية على نطاق واسع إلى إيجاد حالة من التجاذب والاستقطاب في الداخل الأمريكي، وبالخصوص في الوقت الراهن بعد تناحيه عن خوض سباق الانتخابات. لذلك للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من قطاع غزة مراسل تلفزيون دولة الكويت عبد الرحمن أبو كويك. عبد الرحمن، بعد التحية، كيف سيؤثر قرار تنحي بايدن على الأوضاع في غزة والهدنة المرتقبة؟ نعم، رئيس الأمريكي جو بايدن طالما أعلن تبنيه مقترحات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد طبعا 10 أشهر من الحرب الدامية التي خلفت مئات الشهداء وعشرات آلاف الجرحى. طبعا الوصول إلى هدنة وإعادة الرهائن كان من اللافت هو تعاطي حركة حماس هنا في قطاع غزة بشكل إيجابي مع المقترحات. في مقابل ذلك كان دائما يسود موقف غامض من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا الأمر عمل على زيادة الضغوط عليه في داخليا أيضا وخارجيا، حتى أن بايدن الرئيس الأمريكي كان دائما يبدي في تصريحاته وخطاباته اهتمام بشأن تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، ويقول أن دولة الاحتلال قدمت مقترح لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على 3 مراحل. إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان دائما يصدر بيانات تعرقل السعي الأمريكي لوقف العدوان على قطاع غزة من خلال تأكيده على أن شروط كيان دولته لإنهاء الحرب لم تتغير، ويعود للحديث عن تدمير حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديد لدولة وكيان الاحتلال. الرئيس الأمريكي بايدن كان يدعم أي مقترح إسرائيلي حول الهدنة في غزة، دائما كانت تصدر تصريحات إيجابية من حركة حماس في قطاع غزة في مقابل تحفظ نتنياهو. كل ذلك كان يشير إلى هو بين القيادات السياسية الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تظهر رئيس الوزراء باعتباره المعرقل الأساسي لعملية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. الآن بات نتنياهو بين مطرقة الضغط الأمريكي الخارجي وفندان الغليان الداخلي، بخاصة بالنسبة لأهالي الأسرى والمتضامنين معهم. إلا أن هناك في دولة الاحتلال أيضا من يعارضون تلك الخطة ويريدون للحرب أن تستمر بلا نهاية مع احتلال قطاع غزة. نعم عبد الرحيم، الحرب في قطاع غزة أربكت المشهد السياسي في الداخل الأمريكي، وتداعيات هذه الحرب لن تقتصر فقط على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن أيضا هناك توجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل عام. فماذا تقول بخصوص هذا الشأن عبد الرحيم؟ نعم، بالرغم من التأييد الذي تقدمه الولايات المتحدة الإسرائيلية لأنها بشكل متزامن انخرطت مع عدد من القوى الإقليمية في جهود الوساطة هنا في طبعا لإيجاد حل بين كيان الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى صفقة تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة. كذلك إطلاق سراح الرهائن عملت على إنفاذ المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة وتدشين رصيف بحري عائم لإيصال المساعدات بحرا، عملت على تعليق بعض إمداداتها العسكرية لدولة الاحتلال عندما أقدمت على شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة. أدى تعامل إدارة بايدن مع الحرب في قطاع غزة إلى ظهور تحولات في توجه الناخبين الأمريكيين، خاصة العرب والأقليات، حيث كشف استطلاع أجرته جامعة سينا بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز عن تزايد دعم المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرشح ترامب في الولايات المتحدة في بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا. أصبحت الاحتجاجات الطلابية سواء الداعمة لفلسطين ولكيان الاحتلال إحدى السمات الأساسية داخل الجامعات الأمريكية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ولكن الاحتجاجات الرافضة للعدوان على قطاع غزة اشتدت حدتها خلال شهر أبريل ومايو الجاري مايو الماضي، واتسع أيضا نطاقها ليشمل عدد ضخم من الجامعات الأمريكية المرموقة في كاليفورنيا وهارفارد وفي تكساس وأيضا عديد الجامعات الأمريكية. كان المتظاهرون أيضا يطالبون بوقف الاستثمارات مع كيان الاحتلال ومع الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، أيضا طالبوا الإدارة الأمريكية بالضغط لوقف إطلاق النار. هذه طبعا كانت مشجعة وداعمة للسكان قطاع غزة في ظل العدوان الذي يواجهونه بشكل يومي. الأوضاع هنا في قطاع غزة مزرية للغاية وصعبة ولا يمكن أن يتحملها بشر، خاصة النازحون الذين هجروا داخل أرضهم، معاناة إنسانية صعبة للغاية. المواطن الفلسطيني
كل ما يتمناه هنا على في غزة وعلى أرض قطاع غزة هو أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، لأنها قضت على كل ملامح الحياة الإنسانية هنا في قطاع غزة. نعم عبد الرحيم، في خضم هذه الظروف الآن ما هي مستجدات الوضع في قطاع غزة؟ هل لك أن تطلعنا أكثر مع ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع؟ نعم، دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم 290 يوم، الحرب مستمرة، جيش الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق الأبرياء، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها بشكل يومي لمختلف مناطق قطاع غزة، وزارة الصحة أعلنت عن ارتكاب جيش الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 64 شهيد و100 إصابة، حصيلة العدوان بلغت أكثر من 38,900 شهيد وأكثر من 89,000 إصابة منذ أن بدأت هذه الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي. طيران الحرب الإسرائيلي شن الليلة غارات على مربعات سكنية في مخيم النصيرات وفي حي الزيتون، وهناك تجمعات النازحين في مدينة خان يونس أيضا قصفها جيش الاحتلال، بينما أيضا واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف المنازل والمربعات السكنية، أوقع ذلك عشرات الشهداء والجرحى. أيضا أطلقت الزوارق الحربية قذائف ووابل من إطلاق النار في عرض بحر خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، أصيب أيضا مواطن خلال تعبئة المياه جراء قصف مدفع في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. أيضا وصلت إصابات كثيرة لمستشفى المعمداني لمدينة غزة. في خان يونس أيضا استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان. جيش الاحتلال عمل خلال 8 أيام الماضية على تكثيف عدوانه وقصفه الهمجي على مخيم النصيرات، هذا المخيم البسيط بشكل غير مسبوق، وصل عدد مرات القصف لهذا المخيم أكثر من 63 مرة، خلف أكثر من 91 شهيد و250 جريح. نعم، كل شكر لك الزميل عبد الرحيم أبو كويك من قطاع غزة، مراسل تلفزيون دولة الكويت، على هذه التفاصيل، وكان معنا عبر الاتصال الهاتفي. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام، وعودة لضيفنا الكريم المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. نجدد لك التحية دكتور يوسف. سؤال طرحته زميلتي مناير على عبد الرحيم بكويك، وهو مدى تأثير تنحي بايدن على الأوضاع في الإقليمية في الشرق الأوسط، وبالتحديد خاصة إذا بنتكلم عن قطاع غزة والهدنة المرتقبة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. طبعا كلنا حقيقة شفنا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بأحداث غزة كان هناك مساندة أمريكية كبيرة في السلاح وفي الدعم بكل أشكاله لطبعا سلطات الاحتلال وما وقع، وطبعا تم الحقيقة توجيه لوم كبير وضغط كبير على الرئيس جو بايدن سابقا باعتباره قاعد يدعم عملية إبادة جماعية وقتل مدنيين واستباحة الدماء وغيرها من هذه الأمور التي أصبحت يعني الكل يرى أن أمريكا كانت لاعب رئيسي ولها دور كبير جدا في معطيات هذا الحرب وإطلاق عنان يد طبعا نتنياهو ومجموعة الحقيقة في ممارسة كل ما يريدون على أرض غزة، غير مراعين للقوانين الدولية، بل يفترض على الولايات المتحدة أن تكون يعني دولة تقوم بممارسات تعارض القانون الدولي والأمم المتحدة ولا تطبق القرارات الدولية، يعني كيف يتم مساندة ولا تتخذ أي إجراء ضدها، بل تستمر بالدعم وتستمر في التأييد. ويعني وهذا الحقيقة يمكن اللي عمل شحن عالمي، يمكن احنا شفنا مظاهرات كبيرة جدا في كافة قطاعات العالم، بل انتقلت إلى مستوى الطلبة. احنا شفنا الجامعات الأمريكية ترى هزت كيان أمريكا لما تقوم جامعات كبيرة، دائما الحركات الطلابية ترى لها تأثير كبير. أيضا في أوروبا شفنا في بريطانيا في فرنسا في بلجيكا في دول كثيرة تحركت الحقيقة الشباب وطلعوا بعنفوان وبقوة لمواجهة هذه الضغوط. يمكن هذه الضغوط الكبيرة اللي واجهها بايدن سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الداخلي، لأن حتى أيضا الشعب الأمريكي غير راضي عن عملية الاستمرار في هذا التمويل ويعني هذه المهادنة لنتنياهو ومجموعته، على الرغم من كل هذه الأخطاء اللي قاعد تقع والممارسات التي لم تعد
تخفى على أحد. لذلك شفنا بايدن شنو سوى بالفترة الماضية، شغلتين. الشغلة الأولى أنه دعا لحل الدولتين، يعني هاي ترى كان تخفيف يعني عن نفسه، أني أنا أدعوه. يعرف طبعا أن سلطات الاحتلال لن تقبل بهذا الأمر، ولكن هو أراد أن يعطي نفسه أنه ساعي للسلام، وأنه يريد أن يوفر دولة لإسرائيل، طبعا أهل فلسطين، وبالتالي يريد أن يخفف الخناق كونه يدعو إلى قيام دولة فلسطينية موازية لدولة إسرائيل. هذه واحدة. الشغلة الثانية أيضا اللي أقدم عليها هي مقترح اللي قدمه فيما يتعلق بعملية السلام اللي بين المفاوضات علشان تصل لحلول بتوفيقية بين الطرفين، اللي سمي مقترح بايدن اللي قدمه كعرض على حماس حتى يتم يعني التفاوض على أساسه. فهذه كلها تبين أنه كان يريد أن يقلل الطوق اللي عليه من خلال سعي للسلام، من إنهاء الحرب، تدعم لقضية إيجاد دولة فلسطينية يعني مستقلة. كل هالأمور تبين لك مدى الخناق الموجود اللي عليه. طبعا كونه الآن ذهب، نعم، وراح الآن طبعا تأتي هاريس الآن وبعدها، يمكن شوي كان في غضب شعبي شوي على بايدن وبعض سياساته، هذه قد تخفف شوي الضغط على من بعده. وإن كان طبعا هاريس قريبة منه وموجودة، وكانت أيضا تؤيد كما ذكرت يعني داليا الكومي أن هي ورثت كل المعطيات والأخطاء اللي صارت في عصر بايدن، كونها كانت أيضا هي معه ولم تتحرك في اتجاه مضاد. لكن هذه أيضا كلها تبعات للأحداث اللي صارت خلال الفترة القادمة. تفضلي دكتور. يعني ممكن تكون هناك ردة فعل تجاه هذا القرار التناحي ممكن يؤثر على السياسات الخارجية الأمريكية، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة لنتنياهو ليلقي كلمة أمام الكونغرس. صحيح. فهل ممكن هذا القرار بالانسحاب في هذا التوقيت قد يقلب الموازين وتحدث هناك اختلافات؟ هو طبعا الاختلافات واردة وموجودة، لكن أيضا إحنا خلنا ننتبه حق شغلة. أيضا شفنا إحنا من خلال حملة ترامب الأخيرة، يعني كان يعني واضح بقوة دعمه لنتنياهو وإسرائيل، بل إن قال كلمة يعني لماذا تمنع إسرائيل من الاستمرار في الحرب، إذا كانوا يرغبون في الاستمرار دعهم يستمرون، يعني بمعنى أن كأنه يؤيد عملية استمرار هذه الحرب. هذا كلام ترامب. كلام ترامب. نعم. يعني يدعو، كأنه يدعو بشكل علني، وطبعا هو يريد أن يستقطب اللوبي الصهيوني الموجود في أمريكا، يعني لهم ثقل سياسي كبير جدا التي لا تمكن يمكن أي مرشح من أن يتخلى عنه. لكن هذه قد تؤثر في منطلق آخر اللي هو تقليل حدة الخطاب أو الميول الكبيرة، لأن أبي أستقطب أيضا الشارع الأمريكي والشباب الأمريكي أني بديت أغير سياساتي. لذلك متوقع أن حدة وتيرة الدعم الكبير اللي قاعد يصير خلال الفترة الماضية قد يعني وتيرتها تقل على الأقل من خلال التصريحات، تقل شوية. راح نشوف أمريكا أيضا تبدأ تقنن عملية الدعم السلاح، وأنه لازم يخضع لقواعد، وهل ترى تقنن أو ما تعلن؟ هي ما تعلن، يعني تقنن كمية السلاح اللي قاعد تبعثها إلى الاحتلال الإسرائيلي، أم أنها ما تكون بالعلن مثل ما هي حاليا موجودة؟ ما تكون بالعلن، وأيضا راح تخضعها لإجراءات، يعني لا بد أن تمر على الكونغرس وعلى التصويت. يعني إحنا شفنا الفترة الماضية كانت الأسلحة تتم بقرار من الرئيس مباشرة، يعني دائما في تجاوزات تحصل دون العرض على طبعا الكونغرس وعلى المجلس النواب في عملية الوصول لهذه. لكن هما ما يبون الآن يعني يسيرون في اتجاه لا يريد أن يغضب اليهود طبعا يعني داخل أمريكا وكذا، وبنفس الوقت ما يريد أن يجعل هناك عملية زخم أو تأييد واسع لمجريات الحرب التي تتم الآن والطريقة التي تتم فيها، لأن أيضا هو ما يبي الشعب الأمريكي الداخلي اللي هو متعاطف مع شعب غزة ويرى أن هناك تجاوز وأن أمريكا تدعم هذا الإرهاب، إذا كان يسمونه إرهاب فما يتم هو إرهاب. إذن هني الموائمة يعني يحاولون يخففون حدتها ويبتعدون عنها في النقاش، خصوصا خلال المناظرات أو خلال الطرح العام. لكن التأييد يعني الكل متأكد أنه سيستمر التأييد الأمريكي، لأن بالنهاية لا يمكن لأمريكا أن تتخلى عن
إسرائيل في أي ظرف كان، لأن يعرفون أن هذا جزء من كينونة المجتمع الأمريكي، ومن الصعب التخلي عنه لأي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة. المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، كل الشكر لك لوجودك اليوم معنا في العالم هذا الصباح. حياكم الله جميعا، سعداء.